هو القلم ليه ماسكة؟ يعني في طريقة صحيحة في مسكة القلم وفي طرق غلط، أو في طريقة أصح من الباقيين؟ هل الحروف هي أول حاجة المفروض ابني يتعلمها، ولا في حاجة هيتعلمها قبل كده؟ خليكم معانا. السلام عليكم، أهلا بيكم، أنا مالك وأنتم بتتفرجوا على ليرنوفا. قبل ما نتكلم عن الطريقة الصحيحة في مسك القلم، خلينا نتكلم عن موضوع مهم جدا، ألا وهو عضلات الإيد، أهميتها وكيفية تقويتها. كل ما كانت إيد الطفل أقوى، كل ما تحكمه في القلم كان أسهل، وقدرته على رسم الخطوط الأساسية المستخدمة في كتابة الحروف فيما بعد أكبر بكتير. طيب، إزاي نقدر نقوي إيد أطفالنا؟ في طريقتين أنا دايماً بستخدمهم. الطريقة الأولى هي الستريس بول أو كرة الضغط، هي عبارة عن كرة صغيرة الطفل بيضغطها بالشكل ده. أهم حاجة إن الطفل يحس إن هي لعبة، مش حاجة هو ملزم بيها ومجبر عليها. ممكن نتعامل معاها على اساس انها فعلا لعبه، ونتحدى بعض في البيت مين فينا هيقدر يضغط عدد مرات اكتر. اهم حاجه ان احنا دايما نسيبه هو اللي يفوز. خلينا دايما فاكرين اننا نستخدم ايدينا الاثنين مش ايد واحده بس، سواء ابني بيكتب الايد اليمين او الشمال. الطريقه الثانيه هي قص الورق. مين فينا ما بيحبش يقص ورق؟ حتى الكبار بيحبوا يقصوا ورق. اهم شيء اننا نستخدم سيفتي سيزرز او مقص الامان لتجنب وقوع اي حوادث. ممكن نبدا نخلي الاطفال يقصوا ورقه واحده بس، وعلشان نزود صعوبه الموضوع ممكن نضيف ورقتين او ثلاثه او اربعه. كل ما عدد الورق كان اكتر، كل ما الموضوع هيكون اصعب، وكل ما عضلات ايديهم هتكون اقوى. الطريقتين دول اثبتوا فعاليتهم في تقويه عضلات الايد عند الاطفال. التدريب ده على عكس التدريبات اللغويه اللي هتيجي في المستقبل ملوش وقت محدد، يعني ما بينتهيش بعد يوم او اتنين او اسبوع. كل ما نتدرب اكتر، كل ما عضلات الايد هتكون اقوى وتحكمنا في القلم هيكون احسن. طريقه مسكه القلم، في طريقه بتكون عمليه اكتر من باقي الطرق، وهي الطريقه دي باستخدام الثلاث صوابع دول. لو الطريقه دي صعبه على ابني، ممكن نستعين في حاجه اسمها pencil grabber، هنلاقيها موجوده في كل المكتبات، واللي بتساعد ابني انه يحط صوابعه بشكل سليم حوالين القلم. ها هنبتدي بقى نتعلم الحروف؟ للاسف لسه شويه. في المرحله دي اهم من اننا نتعلم الحروف نفسها، اننا نتعلم الاشكال الاساسيه اللي بتتكون منها الحروف عند كتابتها. تمكن الطفل من رسم الاشكال والخطوط دي في المستقبل بيساعده انه يكتب بطريقه سلسه اكتر وبخط افضل بكتير. اولا هنستخدم ورقه من اربع سطور، ممكن يجيب ورقه فاضيه ونسطرها احنا. لو في امكانيه الطباعه هتلاقوا فيه في صندوق الديسكريبشن فايل جاهز للطباعه فيه جميع انواع الخطوط اللي احنا هنحتاج ندرب الاطفال عليها. الشكل الاول وهو الخطوط الرئيسيه واللي بنكتبها دايما بطولين مختلفين. الطول الاول بيبدا من السطر الاول لغايه السطر الثالث بالشكل ده. الطول الثاني بيبدا من السطر الثاني للسطر الثالث بالشكل ده، ونبدا نتدرب عليهم كتابه كتير جدا جدا جدا. الشكل الثاني هو الخطوط المائله، وبنكتبها مايله ناحيه اليمين ومايله ناحيه الشمال، ولكن بنفس الطول بالشكل ده او بالشكل الثاني. الشكل الثالث وهو الخطوط الافقيه، واللي دايما بنرسمها على ثالث سطر بالشكل ده. الخط الرابع وهو خط الزجزاج، وده بنرسمه دايما بين السطر الثاني والثالث، سواء كان الزجزاج فاتح لفوق او مفتوح لتحت بالشكل ده. الشكل الخامس هو شكل الدايره، وده اهم شكل عندنا، وبيجي في حجمين مختلفين، الدايره الكبيره والدايره الصغيره. الدايره الكبيره بنرسمها دايما من السطر الاول للسطر الثالث، الدايره الصغيره بنرسمها دايما من السطر الثاني للسطر الثالث. اهم حاجه اننا لما نيجي نرسم الدايره دايما بنبدا من فوق وبنكمل ناحيه الشمال بالشكل ده، سواء كنا بنرسم الدايره الكبيره او الدايره الصغيره. الشكل الخامس والاخير هو شكل حجمه الحصان، وبنرسمها دايما مفتوحه لفوق بالشكل ده او مفتوحه لتحت بالشكل ده. في المرحله الاولى مش بنكتبهم مشبوكين في بعض، يعني بنرسم واحده ونسيب القلم ونبدا في رسم واحده ثانيه، لكن على المدى البعيد محتاجين ان احنا نكتبهم بالشكل ده من غير ما نسيب القلم خالص. حتى لو ابني ما وصلش لمرحله اتقان رسم الخطوط والحروف دي، احنا نقدر نبدا برضه من الاسبوع اللي جاي دراسه الحروف، ولكن ما ينفعش ان احنا نوقف رسم الخطوط دي. الموضوع ممكن ياخد اسبوع شهر سنه، مش مشكله، كل ما يتدرب اكتر كل ما الهاند رايتنج بتاعه في المستقبل او خطه في الكتابه هيكون احسن بكتير. التدريب على الاشكال دي يا ريت يتم بشكل يومي، لكن مش اكتر من 10 دقائق علشان ما يزهقوش. شكرا ليكم، انا مالك، ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو حابب تشوف الفيديوهات اللي جايه دوس سبسكرايب وفعل الجرس. شكرا جزيلا، ونشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي.